اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفنا في هذه الفقره، النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن خالد عيد. ازيك كابتن خالد؟ كابتن اسلام تحياتي ليك والله ربنا يخليك، وانا فخر مبسوط جدا ان انا معاك النهارده. شرف لينا يا كابتن. ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني لسه كنا بنتكلم انا وحضرتك، عملت موسم رائع الحقيقه مع غزل المحله. ما كناش متخيلين ان ممكن المحله هيقعد سنه كمان في الدوري الممتاز، واعتقد ان انت اديت ما هو مطلوب منك. يعني والله الحمد لله، يعني احنا طبعا الفضل يرجع لمنظومه كلها من اول الاداره لغايه اللعيبه والناس الاستاف، الجهاز الفني الاداري والطبي، مجموعه كلها كويسه. يعني جبنا لعيبه صغيره معظمهم كان من الدرجه الثانيه، وتحدينا بيهم ان احنا نصعد بيهم، وصعدنا الحمد لله. وقلت لهم احنا نصعد ان شاء الله، معظم اللعيبه دي هتكمل، مش ما عملتش يعني، لا اعتمدنا عليهم يعني، وكانوا رجاله فعلا، وكانوا على قد المسؤوليه، وعملوا الموسم اللي هو اللي فات دوت، عملوا موسم كبير جدا برغم صعوبه الدوري. كانت الدوري السنه اللي فاتت كان صعب جدا يعني. فتحيه لهم كلهم، للعيبه كلهم، كانوا لعيبه رجاله بصراحه يعني. الفترة دي يا كابتن كانت فترة صعبة جدا، لان انت حضرتك لم تستعين تقريبا بعدد قليل جدا من اللي كانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز، فاعتقد ان تجربه ونجحت جدا. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ لا هي بس ممكن بدانا الدوري كويس جدا، و يعني خلصنا الدور الاول كنا في مركز كويس. الدور الثاني ممكن يكون الاداء او النتائج اختلفت شويه. اللعيبه برضو قله الخبرات، ان احنا ما كانش عندنا لعيبه كبيره تقدر تتحمل ضغط الماتشات اللي هو كل 3 ايام ماتش. غيابات كتير حصلت في الفرقه، اصابات وكده ممكن تكون اثرت على اداء الفرقه. لان طبعا انت زي ما قلت لك، انت ما عندكش نجوم، اللعيبه كلها بيلعبوا بسيستم واحد يعني. عملت نجوم بالظبط، فاللعيبه ديت انا شايف ان هم عملوا انجاز ما حصلش. ان انت تجازف وتلعب باللعيبه دي بعد الصعود من الدرجه الثانيه، كان المجازفه، وكان كنت انا على حق ان هم اللعيبه ديت لعيبه كويسه وتقدر تكمل وتقدر تلعب في الدوري. الدوري الممتاز انا شايف ان هو ممكن يكون اسهل من الدرجه الثانيه. فعلا؟ طبعا. طبعا الدرجه الثانيه صعبه جدا يعني، الدوري الممتاز اسهل يعني. وبدليل ان انت قعدت في الدوري مع فرق كبيره، حققت نتائج كويسه، الحاجات دي كلها تتحسب للعيبه برضه. حققت نتائج كويسه مع اهلي وزمالك وبيراميدز واسماعيلي سموحه وامبي وطلاع الجيش، ويعني عملنا نتائج كويسه جدا. سيراميكا يعني الماتش الاخير اللي احنا تعادلناه في ملعب سيراميكا ده، كنا كسبانين لغايه الدقيقه 95 يعني، ضربه جزاء اتحسبت. وفي ماتشات كتير احنا تعادلناها او وخسرناها ما نخسرهاش يعني.